في نقاشاتنا وحواراتنا اليومية بين الأب وابنه، بين الأم وبنتها، حتى بين الزوج وزوجته، إلا ما تصدف ونذكر مثل من الأمثال الشعبية القديمة، هالأمثال اللي أصبحت جزء من حياتنا، بتعكس حالة الناس بمختلف الأطياف وأيضاً بتنم عن ثقافتهم وخبراتهم ومعاناتهم لمصاعب الحياة اللي بيعيشوها. كتير منا ما بيعرف شو أصل هالأمثال، شو حكايتها وشو قصتها. مشان هيك رح نتجول مع بعض في حديقة الأمثال ونقطف منها أشهر هاي الأمثال، نحكي عن قصتها وحكايتها وأصلها. معي أنا ريم شحرور في على رأي المثل. مثلنا لليوم بيقول عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. شو قصة هذا المثل؟ يحكى إنه رجال كان ماسك بإيده عصفور وهو ماشي لقى شجرة عليها مجموعة عصافير، فقرر إنه يترك العصفور اللي بإيده ويطلع الشجرة يتسلقها ليصطاد العصافير. فعلاً بلش يتسلق الشجرة لحد ما وصل لأعلى الشجرة، وفجأة طاروا العصافير كلهم مباشرة. رجع الرجال حزين وخائب لأنه ما اصطاد لا العصافير اللي على الشجرة، وحتى كمان خسر العصفور اللي كان بإيده. ومن هون طلع هذا المثل اللي هو عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. يضرب هذا المثل على الشخص اللي بيطمع باللي بيمتلكه الغير، مما يؤدي لخسارة الشيء اللي كان هو أصلاً بيمتلكه. هيك منكون انتهينا لمثلنا لليوم. انتظرونا بمثل جديد معي أنا ريم في على رأي المثل.